وفي الفقرة الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية أن قرارها الخاص بزيادة أسعار الوقود يأتي في إطار خطتها نحو التخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى في أشد الحاجة إليه، بجانب تخفيض عجز الموازنة. وقد تراوحت الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود والغاز ما بين 16% و30%. وبعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز، زاد سعر البنزين بأنواعه بنسب تتراوح ما بين 16% و30%، وارتفع سعر اسطوانات الغاز سواء للاستهلاك المنزلي أو التجاري بنسبة 30%. أما أسعار السولار والكيروسين فقد ارتفعت إلى 6.75 جنيها بنسبة بلغت نحو 22.7%، وهما الأكثر استخداما في سيارات الأجرة ووسائل النقل في مصر. الحكومة المصرية بررت قرارها برفع أسعار الوقود بأنه جاء وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي، لأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.